السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب. السيد رائد أهلا بك وشكرا لانضمامك. يعني طبعا محمد. أبرز ما يمكن أن نتحدث عنه هي تحرك الفيدرالي المفاجئ. الفيدرالي ألقى بكل ثقله في هذه الحركة رائد، يعني يضع الكثير من التساؤلات. أولا ردة فعل السوق، السوق غير سعيدة بما يقوم به الفيدرالي، ما الذي تحتاجه السوق أكثر من ذلك؟ والسؤال الثالث، الآن الفيدرالي ليس لديه المزيد من الأدوات. بالتأكيد محمد، ما قام به الفيدرالي يوم أمس هو أو صبيحة يعني اليوم إذا صح التعبير هو أمر ليس إيجابيا وهو متأخر بشكل كبير. الفيدرالي الذي قام بتقليص أسعار الفائدة للمستويات الصفرية وإضافة إلى حزمة شراء السندات الرهون العقارية والسندات الخزانة ب 700 مليار ليست كافية في الوقت الراهن. البانيك والذعر والهلع الموجود في الأسواق يفوق بمراحل الأدوات التيسيرية التي قام بها الفيدرالي. الأمر مرده ليس اقتصاديا وإنما وباء، وبالتالي أمر يعني خارج عن إطار التحديات الاقتصادية أو أمر لتحفيز الاقتصاد. ليست أزمة مالية، أزمة صحية 100%. فبالتالي الأمر يحتاج أكثر من تحفيز نقدي، يحتاج تحفيز مالي كذلك. تحفيز مالي على أي شكل؟ يعني مال، يعني أكثر من الخطط الموجودة من كل العالم، يعني تحفيز مالي متواجد في كل العالم، ولكن يعني إذا كنت تتابع رائد أسواق المنطقة حتى الكل لا يأبه بهذه التحفيزات تقريبا. هناك أولا يعني يجب أن يكون هناك وعي إلى أن سلوك والباترن أو نمط الاستهلاك يتغير في الوقت الحالي، وبالتالي التوجهات الأفراد أو المجتمعات إجمالا تتغير وبشكل سريع، ويجب أن يكون هناك اضطراد ما بينها وبين التغيرات الجديدة في السياسات التي يتم اتباعها. عملية الاحتواء السريع، عملية الاحتضان السريع، الإيقاف نشر الذعر وإنما نشر التطمين أكثر، وعمليات واقعية من قبل الحكومات. يعني أعتقد لأنه السلوك البشري دغري بيتفاعل بشكل سريع صحيح. مع أي تصريحات ذات نبرة سلبية أو ذات نبرة، كما ذكر العديد من الرؤساء والعديد من رؤساء الوزراء حول العالم، نشروا ذعر وهلع وسببوا الباترن أو الطفرات في الاستهلاك. طيب صحيح ما ذكرته طبعا، يعني ولكن يعني هذه الحكومات في النهاية هي تريد مصلحة شعوبها بكل تأكيد، ولكن السؤال الآن هل نحن في مواجهة ما بين القطاع الصحي وما بين الاقتصاد وما بين الصحة وما بين الاقتصاد؟ لأن كل الإجراءات التي يمكن أن تتبع حتى يمكن التغلب على هذا الفيروس من إغلاقات غلق وعزل هي في النهاية لها أضرار وخسائر اقتصادية فادحة. الإشارات وصلتنا اليوم من الصين، البيانات التي صدرت سواء كانت قطاع صناعة تحويلية أو قطاع التجزئة أو حتى بقراءة الأصول الثابتة وتراجع الاستثمارات بمستويات قياسية تعطينا إشارة مبدئية إلى ماذا يمكن أن يؤول إليه الوضع في باقي الاقتصادات في العالم. طالما لدينا هذا الفيروس ولا زال ينتشر، فلا بد أن يكون التوجه إلى قطاعات الصحة وتدعيم إمكانيات المستشفيات بشكل أكبر. هناك ضرر لا شك سوف يكون الضرر موجود، ولكن عملية احتواء هذا الضرر وعملية الانتقال فعليا من بحث عن الأرباح إلى بحث عن حصار هذا الفيروس وتحقيق الشروط المناسبة للصحة. ولكن أنا أطلب سؤالا آخر في النهاية، هل يتجه العالم إلى ركود؟ بلا شك نحن نعيش الركود، وسوف تكون البيانات سلبية أكبر للأسف في الفترة القادمة بنتيجة هذا الفيروس الذي نعيشه حاليا. آثاره قد تمتد إلى 3 شهور إلى 6 شهور حتى نرى حقيقة البيانات السلبية. واضح تحليلك رائد الخضر، أشكرك على هذه المشاركة وعلى هذه البحث.